تتكلم نفاقا تتكلم كذبا وتتكلم نفاقا والله شيخ عنجو بعد الاعتصام تاعنا اليوم مع اعتصام جلنا على اساس التشغيل والتنميه القصير الكل، اعتصامنا بدا باسم سته اولاد وزوج بنات، دعم زوج من المترسمين في القائمه 79، بدا الاعتصام تاعنا بدا يكبر كل شيء، عطسوا العباد مسندات وخايفين انه الامن في الاخر واللي يستغلوا الكثره نتاع العباد ويضربوا، اظن من جماعه 79 اللي بدوا لهم اساميهم، فهمت ولا؟ جينا لنا اعتصامنا يحكي على التشغيل والتنميه القصير كله وطالبين ما عادش مشكلتنا مع الوالي تو وقت مشكلتنا مع الدوله، نحن ولايه فقيره حاجتنا بالتمييز الايجابي الموجود في الدستور، يا ولايه يا دوله يا رئيس حكومه يا رئيس اجا القصرين خويا شوف التمييز الايجابي اللي تحكي عليه انت ماكش قاعد تطبق فيه، التمييز الايجابي ماكش قاعد تطبق فيه، اجا طبقه خويا 0.001% تحب تحكي على دوله فيها 500,000 مواطن ما عنديش حتى 10% من حقها في التشغيل. نداء عاجل الى اعلى هرم في السلطه، الى رئيس الحكومه، الى السيد باجي قايد السبسي، رئيس الجمهوريه، الى مجلس النواب، الى النواب القصريين. القصريين اليوم تحتقن والسبب معروف هو التشغيل. نحن اليوم طالت البطاله وعانينا من التهميش. طالبنا بحق التشغيل في ولايه القصرين، فقابلنا الامن بالرشق بالخراطيش وبمسيلات الدموع. نحن اليوم هنا في مقر الولاية كلنا مطلب واحد لا غير، مطالبين بالتشغيل. نحن تواجدنا اليوم بقلب واحد وبصوت واحد نطالب برامج فعلية للتشغيل، برامج فعلية وليس حبر على ورق.